هاد لقيت لكم ان سيركوي مخير بوغ لا روندوني في وسط الجهه ديال سوس ماسه، وبالضبط في وحده من اهم محميات المحيط الحيوي ديال شجر ارغان في بلادنا، واللي مخبيه معها مجموعه من القصص التاريخيه. ما تضيعوش عليكم ويكند بحال هذا، واجيو خلطوا عليا لمنطقه مسكينه. ومنطقة مسكينة تبع الجماعة الدرارقة على طريق مراكش القديمة، والمحمية الحيوية ديالها كتبدا من 5 كيلومتر تقريبا من مدينة أكادير في اتجاه دوار تيغاني ميلباز. وباش ديروا هاد لو سيركوي من الأفضل تكون عندكم السيارة، سينو كاين ترانزيت اللي كيهز من تيكيوين بخمسة دراهم البلاصة. باش توصلوا لمسكينة غتبداو بعدا بالمحمية الحيوية ديال شجر أرغان، اللي هي أول محمية حيوية تنشأت في المغرب من 1998. غادي يبان لكم بعدا شجر أرغان غير منتشر في مساحات كبيرة في جنب الطريق. من بعد كنصحكم تطلعوا مع جبال مسكينة اللي هي الامتداد الطبيعي ديال أكادير أوفلا. من بعد خاصكم تطلعوا حتى لمنطقة أزراريك تكتشفوا المضايق ديالها، وانتم قاطعين في وسط اون فالي كلها خضورة. ومعلومة مهمة بغيتكم تعرفوها على منطقة مسكينة، أنه من قبل من عهد المرابطين حتى القرن 19 كانت المعبر الوحيد ديال القوافل التجارية اللي كتجي محملة بالمعادن النفيسة حتى للصحراء. ومن الاكتشافات الزوينة اللي لقيت لكم في مسكينة، قبور كترجع للسعديين اللي تقدروا تزوروهم، وبالضبط في دوار أكرت. باش يسهل عليكم اكتشاف منطقة مسكينة كنصحكم بجوج لي سيركوي اون روندوني. الاول فيه ساعة ونص حتى لساعتين، غتبداو من تيغاني ميلباز حتى الازراريك، والثاني غني بالاكتشافات وكيطلب خمسة السوايع وحتى شوية اللياقة البدنية. ولي سيركوي بجوج كنصحكم تستعنوا بمرشد سياحي محلي مختص في المجالات الخضراء، وغادي يسهل عليكم ويغني لكم الزيارة ديالكم. ولي سيركوي بجوج غادي يديكم تعرفوا حتى على وحده من التعاونيات ديال المنطقه اللي كتم من منتوج أرغان، واللي تقدروا تشروه حتى من عندهم. وبصراحه وسط هذا الفضاء الايكولوجي كيتشهل واحد يدير حتى اون سيونس اليوغا، ممكن صحاب لي زيكولوج هما اللي يتكلفوا لكم بهذا الحصص. في دوار تيغاني ميلباز او في أزراريك غتلقاو دي ميزون دوت على شكل دي زيكولوج اللي كيشجعوا على السياحه الايكولوجيه، وعندهم غادي نتذوقوا كاع المنتوجات المحليه المنطقه، زيت أرغان، املو، العسل، كيقدوا حتى جبنه الماعز، وكيقدوا حتى الطواجن ديال الخضره بزيت ديال أرغان. والاثمنه فراه كتبدا من 80 درهم الواحد، وحتى الاقامه متوفره عندهم في غرف مجهزينها بلمسه تقليديه غزاله، والاثمنه راه كتبدا غير من 400 درهم في غرفه ديال جوج الناس. ودابا منين وصلنا لنهايه السيركوي ديالنا، واش كنتوا عارفين بمنطقه مسكينه؟ واش كنتوا بعدا متوقعين الكميه ديال الاكتشافات اللي لقينا فيها؟ ايوا ها علاش خاصكم تزوروا بلادكم معنا كل ويكند. تبقوا على خير. سافروا نكتشفوا ونتلاقوا في بلادنا مع المكتب الوطني المغربي للسياحة.